الناس من مساء النور مغرب نيوز، رمضان مبارك سعيد، وان شاء الله يدخل لنا العيد بالصحه والسلامه والخير. شكرا لتواجدكم معنا. كما الكل تابع معنا القضيه، كانت قضيه راي عام الباتت معروفه بقضيه بلا حدود، والمتهمين فيها بعد محاكمات ماراثونيه وجلسات ماراثونيه اليوم الحمد لله تم النطق بالحكم، تم انصافنا من طرف القضاء. شكرا للقضاء المغربي، شكرا للفرقه الوطنيه على المجهودات الجباره اللي قاموا بها، شكرا لهيئه الدفاع على راسهم النقيب المحترم الاستاذ بوعشرين، شكرا لهيئه الدفاعي الاستاذ زهير بطاش، الاستاذ عبد القادر بوخليفي، الاستاذ المحامين اللي سلمت سميتهم انا فرحانه البنتيه، الاستاذ محمد الخضر، شكرا لهم كاملين جميعا، شكرا لهيئه القضاء اليوم اللي نتقاس هذا الحكم العادل والنزيه. احنا في بلد مؤسسات، بلد الحق والقانون، الحمد لله والشكر لله. الحكم هو سنه وثمانيه اشهر وغرامات ماليه لكل المطالبين بالحق المدني. لا شوف، دائما المحكمه كتكون عندها واحد هذا. انا شوف باش نوضح لك واحد المساله، حيت اليوم كلشي بقى كيسول على الغرامه، انا ما كيهمنيش فلوس والحمد لله انا عايشه بلا بيه، ما غاديش نتسنى فلوس هو اللي يعيشوني. انا كسولني على الحكم، الحكم عندي انا احسن من الغرامه الماليه، انا غادي تخرج صدقه اكيد جدا، والا لما كنت انصفت. يا لهذا السؤال يا اخي ما عنيش. اكيد طبعا القضاء ما كيظلمش، ما كينصف شي واحد مظلوم، القضاء كينصف المظلومين، والحمد لله احنا كنا مظلومين والمحكمه خدات بعين الاعتبار هذه الامور هذه كلها، ولا القضاء انصفنا. شوف الحكم عنوان الحقيقه، الحمد لله والشكر لله. بطبيعه الحال اكيد ما كنسمعش في حقي، باقي هذا الحكم ما شفاش غالي ليا.